انا اسمي علا عبد الصبور. هشام خلفنا ولد وبنت زي القمر، انتي ربنا يخليها لي. موجوده طبعا، هتروح فين؟ موجوده مامتي حبيبتي، مبسوطه جدا جدا. ما تسوق اسرع شويه من كده يا هشام، يعني عادي يعني مش انا مش ستريسد زيك. كله تحت السيطره. فين طموحك يا علا؟ انت اخترتي الكارير وانا اخترت البيت. طبعا في الملغصات العاديه بتاعت الحياه اليوميه. انا عايز نطلق. هيندم وهيرجع وهتشوفي، اصل هيلاقي زي فين؟ في كل حته يا هبله، دول بيرقرقطينا على الرصيفه. موف اون يا ماما، موف اون. سهله هي اصلها. طلاق هنا بالنسبه للرجاله افراج، بالنسبه للستات حبس انفرادي. خير؟ في حاجه؟ محتاجة خطة. مين اللي هيصرف علينا؟ علينا؟ اه هشتغل. انت بتهزري؟ الله، more Instagram material for me. أنا قررت أبيع الكريمات اللي بعملها في البيت. كل علبة من دول فيها حب الأم وفيها حنية البنت. أنت عندك معادلة شبه مستحيلة. امشي ورا إحساسي. You're God feeling. ودلوقتي آن الأوان إنك تستمتعي بكل لحظة في حياتك. مش عارفة، أنا سمعت إن هما بيتجننوا في سن ال 40. غير كل حاجة، كل حاجة. إيه ده؟ كان ناقص ضحك وفرفشة والله. ده محتاج راجل يلمه. أنا